نبدا رد نبدا رد. حد عنده مشكله في المره فاتت؟ احنا وقفنا المره دي اتكلمنا بقى فتره واحده عن النمبرنج سيستم. اتعلمنا نعمل كاوت في كل الانظمه الاعداديه صح كده؟ قلنا الثنائي والثنائي والديسيمال والهكساديسيمال. قلنا لو جبنا ليست 3 ليست 5 ليست 7 هنعرف نعدي ما عندناش مشكله. وبعدين اتكلمنا على كونفرت. خدنا في الكونفرت حاجتين. قلنا اول حاجه هنتكلم عليها فروم اني بيز تو ديسيمال. دي اللي خلصناها المره اللي فاتت. النهارده هنتكلم على رقم 2 فروم ديسيمال تو اني بيز. وهنتكلم على التحويل من ثماني لنظام اوكتال لنظام الباينري والعكس، والنظام الهكساديسيمال لنظام الباينري والعكس. ماشي. ونختم النهارده وربنا كرم بشويه ارسنال اوبريشن. نتكلم على شويه جمع لو احنا ربنا كرم نقول جمع ممكن نبدا حاجه في طحنه لو ربنا كرم دلوقتي. يبقى اول حاجه هنبدا بيها النهارده كونفيرت from decimal to any base. حد فاكر لما حولنا من اي اساس لعشري عملنا ايه؟ باشمهندس اخر واحد اللي ده معلش اللي ده. حد فاكر الولاد عملنا ايه؟ خدنا الرقم وضربناه في عدد الخانات اللي هي كانت مثلا لو البيس 8 8 اس 0 8 اس 0 8 اس 2 والكسر قسمناه على 8 فضربناه 8 اس 0 1 8 اس 2 وهكذا صح كده؟ البيز 5 5 اس 0 5 اس 1 5 اس 2 وقسمنا على 5 سور يبقى ضربنا 5 اس 3 5 اس 2. حد عنده مشكله كده؟ دي كانت لعبه سهله خالص. حد عنده مشكله كده؟ دايما لما خدنا الجمع لما جينا اتعلمنا الطرح حسينا ان هو ايه؟ كان صعب شويه بس اتعلمناه. خدنا الضرب عكس لما القسمه كانت صعبه شويه اتعلمناها. دي برضه التحاليل يا ولاد العكسية برضه هتحسوا انها صعبة شوية بس ان شاء الله ايه هنتعلمها مع بعض تمام كده؟ تعالوا نبدا بقى. عايز تحول منين؟ من الاساس 10 الى رقم الاساس اكس. اعمل التحويل دي ازاي؟ عكس اللي فاتت 10 يعني ايه عكس اللي فاتت؟ قول مش عندي جزء صحيح وجزء كسر؟ الكسر السهم بتاعه ايه؟ تبقى ضربه فين؟ في البيز اللي انا رايح المره دي هيقسموا عليه. طب الكسر تبقى ضربه 10 اس سالب 10 اس سالب او 5 اس سالب او 5 سالب يعني جاي لي بقسم فاعمل ايه؟ هتبقى ايه يا ولاد؟ عكس اللي فات. طب تعالى مع بعض اول حاجه 2 ديسيم دي حاجه هيك قوي يا عم يعني الرقم بالاس 10 بيساوي كام بالاس 10؟ 3460 علامة عشرية 205 يكسب كام بلس 10؟ اهو يا عم 3460 علامة عشرية 205 كلنا عارفين انك بتعمل حاجة. انا عايز ايه يا ولاد؟ اعلمك هتعملها ازاي؟ طب ليه تاخد ديسيمال عشان هو سهل في التعامل صح كده؟ كلنا عارفين. طيب همسك السهل الاول اهو اللي هو كام؟ 3400 كام يا ولاد؟ انا رايح لمين؟ يبقى اقسم على مين؟ اهو يبقى اقسم على البيز اللي انا رايح. طيب ما تقسم ده على 10 يطلع بكام؟ كام يا ولد؟ 346. طب باقي القسمه كام؟ طب اقسم على 10 يطلع 34 وباقي 6 على يبقى باقي القسمه كام يا ولاد؟ 6. يبقى بحط بقى القسمه في طرف واحد على 10 بكام يا ولاد؟ 34 على 10 ده كام؟ 3 وباقي لي كام يا ولاد؟ 4 من 10 صح كده؟ على 10 صفر وباقي كام يا ولاد؟ صعبه اللعبه دي؟ وانا بكتبها من تحت لفوق بس ناحيه الشمال وانا ايه؟ ماشي الشمال ايه ده؟
اليمين. الأدلات 4 6 0 علامة عشرية. يبقى رقم 6 طلع معايا مظبوط ولا لأ؟ طلع معايا مظبوط. تمام كده؟ خد بالك اللي مكتوب هنا يا ولاد باقي الاسم مش الكسر على الحزم. اسمه باقي ايه؟ هنشوف الموضوع ده في الاسم هيبان في الاسم الجاي. شايفين قوي في الاسم هيبان في الاسم الجاي. الكسر كام يا ولاد؟ ده الكسر. هضربه كام يا ولاد؟ لما اضربه 10 اضرب كام؟ باتنين وخمسة بالمية. بحط الصحيح يبقى 2 مش 205 بالالف كان 2 صحيح و5 بالمئة فبقول له 10 بصفر صحيح و5 من 10 طب في 10 ب 5 صحيح وكسر كام يا ولاد؟ صفر. بكتبه منين بقى؟ من فوق لتحت شمال يمين يبقى 250 انا عم بتعرف الناتج انا عارف بتعرف الناتج بس انا عايز ايه يا ولاد؟ اوصل باسلوب الحل او اعلمك طريقه الحل. حد عنده مشكله؟ البيز 10 هنا مش واضحه قوي. طب ما تديني بيز تاني تعالى كده. تاني حاجه عندنا 2 اوكتل يعني رقم بس 10 عايز اقول مثال كام بالاساس كام يا ولاد؟ الرقم بس 10 كام؟ اي حاجه 5743 علامة عشرية 217 عايز خلينا ناخد فيه 9 9 عشان تبقى واخدة بالك هو بس بيز أكبر من كام؟ من 8 هنعمل إيه؟ الصحيح هو الواحد هعمل إيه في الصحيح؟ 5 7 9 3 على هنقسمه على مين يا ولاد؟ على 10 ليه 8 عشان البيز اللي انا اوريه كام على 8 اهو يطلع بكام على حسب على حسب كام يا ولاد 724 يبقى طلع على 724 على 20 125 صح كده سؤال بقى باقي اسمك ايه علمك طلع دي بيها بدل اسم بسرعه انا جبت 924 بعد ايه صحيح بقي كسر شيل السهم على الحزم يبقى كسر بقى ايه على الحزم بقى على كام 125000 صح كده ناقص 724 واضرب الكسر اللي باقي ده بكام انا عارف 8 طن عارف 8 طن انا مش عارف لا انا عارف بس عايز اعرفه اللي زي اللي ما يعرفوش يبقى 724 على 10 100 كام 125000 شيل 724 انا 724 بقى كام يا ولد 125000 اضربه في البيز البيز بتاعك اللي هو كام يبقى اضرب في 8 يطلع بكام يبقى ايه اسمك يا ولاد؟ امسك بقى ال 724 سنة على 8 عايزين؟ لا يا باشا مفيش واحد حاجة بيت مش موجودة في 211 في 111 هو الجدول اتعدي يعني؟ مش الجدول اتعدي احنا مكاننا هنا انتوا عملتوا غلطة في الجدول وجبتوها مكاننا احنا بنقدر نبقى اسابيع طب لا الجدول ولا ايه؟ ايه؟ الجدول ولا ايه؟ ايه؟ الجدول ده ولا ايه؟ بنتابع اه الجدول محدش عدى على نفسه تاني ليه؟ تاني ايه؟ من فترة يعني لا احنا شغال فترة طيب صباح الخير صباح الخير والله وممكن يكون عدى بقى بس ما بيضحكش زي بقى ما حدش صباح الخير يلا بيت على 8 100 كام؟ 90 و100 كام يا ولاد؟ 4 بص بقى هي دي حلوة تطلع لك على قد الحسبة كام 90 ونص الغلطة المشهورة في الامتحان بقى طب اسمها كام 5 نص يا عم على 5 نص دي منسوبة كام يا ولاد؟ منسوبة كام؟ ب 10 يبقى الحسبة كنت بتسمع كام؟ مش ده الحسبة دي نسبة؟ فبتنسب بكام؟ أنا بنسب ب 10 ولا بنسب بجنس 8؟ طب عشان انسب بجنس 8 شيل 90 يبقى لك كام؟ نص اضرب النص ده بكام؟ 8 تطلع بكام بقى؟ ب 4 يبقى باقي الاسم بتاعك كام؟ 4 على 8 11 والباقي 2 مش هتلاقي 2 على 5 هتلاقي كام؟ ربع اعمل ايه بالربع؟ اضرب في 8 يبقى 2 على 8 هتلاقي 1 والباقي كام؟ 3 على 8 كام؟ ب 375 من 100 من 1000 375 من كام؟ من 1000 اعمل فيها ايه؟ اضربها في 8 تطلع كام يا ولاد؟ 3
على 80 بصفر هتلاقي 125000 اضرب 8 يطلع بكام؟ ب 800. اكتبها منين يا اولاد؟ من تحت لفوق شمال يمين تطلع بكام؟ 1 3 2 4 1 علامه 20. اعمل ايه؟ انا بمشي لحد كام يا اولاد؟ لحد ما اوصل لحد كام؟ الصفر. طب الكسر؟ اوه بوينت 2 1 7 اضرب في كام يا اولاد؟ اضرب في 8 7 5 56 6 معانا 5 40 معانا 4 يبقى 16 21 2 علامه 20 56 ب 100 156000 صح كده؟ بس معانا انا حاسب طلعت 2 علامه 20 156000 صح؟ 2 علامه 20 صح ولا انا بحسب غلط؟ لا واحد واحد خمسة كم؟ ثلاثة 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 ثمانية سبعة مئة وأربعة شاو كده؟ في ثمانية جالنا واحد من الزمن يا ولاد قال لي ايه؟ ما طلعتش بصفر تعمل ايه؟ ما انا عايز شغال لحد ما اوصل لحد الصفر اهو وصلت هنا لحد الصفر وصلت هنا لحد الصفر فخلصت. طب هنا ما طلعتش لحد الصفر اعمل ايه؟ 4 5 6 7 كل واحد ربنا يكون يعني التلت بكام يا ولاد؟ زي ما احب اقول مثلا التلت بكام؟ صح كده؟ طب واحد كده وكده الواحد كده وكده لا يا مين فيهم تلت؟ هو التلت الاولاني لان دول قيم دول كلهم تلت ده تلت كسر لكن لما تخلي تلت مره 10 تكتبوا اي سبب دول حد منهم غلط؟ طب ايه الفرق بينهم؟ ده اكثر دقة ده ضغطه اقل شويه ده ضغطه اقل شويه صح كده؟ فاكرين زمان كنا بنقول اقرب علامتين 20 تلات علامات اربع علامات وكذا هو ده اللي اسمه ايه؟ انا الكسر مش هيطلع عندي في كسور مش هعرف احولها فاعمل ايه؟ اقرب اقربها كام؟ 4 5 6 7 انا دايما بحب اقرب 4 او 5 يعني 4 ضرب 5 وقف ما خلصتش خلاص في ناس بتحب توصل لحد 7 او 8 بس انا بحسها طويله قوي ما مش مستاهله يعني ماشي؟ فاربع او خمس مرات ونكتبها كده يبقى 1 5 7 علامه 10 0 ده رقم السيستم حاجتين او ثلاث حاجات تاخد بالك منهم اول حاجه رقم بالاس 10 رقم اساس كام 8 ينفع اكتب فيه 8 او 9 طب يبقى لو ظهرك في التحويله 8 او 9 عن ايه انا حضرتك في حاجه غلط في حسابات حضرتك في حاجه غلط في ايه حسابات تاني حاجه زي ما دايما بحب اقول لو انت عندك ازازه ميه فيها نصها ميه نقلتها لازازه كبيره هيطلع نصها هيطلع نفس الارتفاع هيطلع شويه غريب جدا طب المايه قلت؟ امال ايه اللي حصل؟ الوعاء زاد فالحجم ذات نفسه ايه؟ طيب هو ده اللي حصل الرقم ده كام يا ولاد؟ 5793 في وعاء بالاساس كام؟ لما خليت الوعاء بالاساس 8 ايه اللي حصل؟ الرقم بقى 13241 ظاهريا ايه اللي حصل؟ الرقم كبر بس هو فعليا ايه يا جماعه؟ فين زي بعض هو بس ده عشان انت بعينك تبقى شايف البيز انت رقم كبير ولا صغير رقم يا اما يزيد يا اما يصغر عكس الايه؟ خلاص حضرتك البيز كبير البيز صغير رقم ايه؟ لو حضرتك البيز صغير البيز كبير رقم ايه يا ولاد؟ نفس المبنى طب سؤال لو انا حولت ده بقى لده ينفع؟ اه هعملها ازاي؟ ده 8 اس 8 اس 1 8 اس 2 8 اس 3 8 اس جمع هيطلع ايه يا ولاد؟ هيطلع لنا مختلف عنه؟ هيطلع لنا مختلف عنه؟ هيطلع الحمد لله
طيب صراحة صراحة مش صراحة صراحة. طب هنا هذا ثمانية وسليم واحد وسليم اثنين ثمانية وسليم ثلاثة ثمانية وسليم أربعة. هل يطلع ضرب ولا يطلع عنده؟ لا مش هيطلع. ليه؟ ها حسين ليه؟ مش انت قربت؟ مش انت قربت؟ ولا كملت رقم حد وصل للصفر؟ لو كملت حد ما وصل للصفر يطلع نفس الرقم. طب انت قربت ولا ما قربتش؟ عمره ما يطلع 217 يطلع كام؟ 0.216887 اي حاجه 0.2169. ما انت قربت يعني انا قربت اربع علامات رحت لها قربت ست رحت لها قربت سبعه الفرق اللي قرب اربع علامات يطلع 0.2167 اللي قرب خمس علامات يطلع 0.1268 اللي قرب 10 علامات يطلع 1 ايه يا جماعه 219 69 ماشي يعني قرب صعبه كمان كده حد عنده مشكله فبس وانت لو انت ربنا جربك في الامتحان وعندك وقت وتتاكد من الناتج في الكسر ممكن ما يطلعش نفس الرقم يطلع ايه بفرق عامل 6 سنه صغيره ليه فرق عامل 6 سنه صغيره عشان انت عملت عمليه تقليب ولا حد يا ولاد حد عنده مشكله طيب تعالى 2 هكسا ديسيمال ولا ناخد ميه يا ولد مش فارق صح؟ ماشي رقم بس 10 بيساوي كام من اساس 16؟ رقم من اساس 10 بيكون 4 8 3 5 1 علامة عشرية 2 6 9 اعمل فيه ده يا ولد هقسم الله ينور 5 تساوي 4 8 3 5 1 اقسمه على كام يا ولد؟ حد يقسم معايا كده يا ولد؟ 3021 وباقي الاسم كام يا ولد؟ يبقى 3021 صح كده صحيح؟ ولا صحيح غلط اصلا؟ علامة عشرية 9500 هعمل ايه يا ولد؟ هشيل الصحيح وامسك الكسر واضرب كام؟ اضرب في 16 يطلع كام؟ 15 على 16 188 والكسر 13 على 16 188 والباقي ايه؟ والباقي كسر كام؟ باقي اسمه 13 188 على 16 بتاع كام؟ 11 والباقي كام؟ 6 صح؟ 12 12 على 16 الصفر وده كام؟ 11 طولها من تحت لفوق شمال يمين 11 12 13 15 حسبي الله ونعم الوكيل مش هتحط الكلام ده كله غلط اخد بالي وانا بحول هيطلع لي ارقام لو طلع لك رقم 10 فيما هو اعمل ايه؟ شيل ده احط كنت اللي هو مين؟ شيل ده احط كنت اللي هي شيل ده وحط كنترول ايه؟ شيل ده وحط كنترول ايه؟ يبقى الرقم عباره عن ايه؟ بي سي دي اف صعب ولا ايه؟ مش ناتج التحويل مش على حسب لو قلت الكسر مش صحيح شيل الكسر لو الكسر كام؟ في البيز اللي هو كام؟ 16 تعالى بيز يلا يا ولاد علامه 20 خد الكسر اللي هو 0.269 اضربه في كام يا ولاد؟ يطلع كام؟ 4 بوينت 3 0 4 الله ينور عليك في 16 4 8 6 4 8 6 4 في 16 13 8 2 4 علامة 8 2 4 في 16 13 1 8 4 ممكن نقف لحد كده 4 مرات حلوه قوي خد مني يا ولاد من فوق لتحت شمال يمين لما اكتبه طلع ايه 4 4 دي يبقى غلطه الهكسر فيها يا ولاد
في اللخبطه بتاعت تحويل الارقام الى والحروف الى ارقام. فتاخد بالك لو سمحت مين من الغلطه دي. حد عنده مشكله كده؟ اخر حاجه عندنا في التحويلات دي 2 باين. فرقم من الاساس 10 عايز اقول له يساوي كام من الاساس؟ 2. كام مثلا؟ 853 علامه عشريه 750. واضح 75 ماشي. حلو جدا. هتعملها ازاي دلوقتي؟ الله ينور عليك. يبقى 8 5 3 على 2. يبقى اللعبه بقت سهله ولا صعبه دلوقتي؟ لو قلت لك حولها في امتحان اساس 5 6 3 اي حاجه تفرق معاك في حاجه يبقى هي اساس صعبه تحولها. لسه بعدين تطلع كام؟ 4 2 6 والباقي كام؟ 1. ما هو نص بقى 4 في كام؟ 2 بتطلع بكام؟ 1 على 2 يبقى 213 والباقي كام؟ 0 على 2 يبقى كام يا ولاد؟ 1 على 2 يبقى 53 والباقي كام يا ولاد؟ 0 على 2 يبقى كام يا ولاد؟ 26 والباقي كام؟ 1 على 2 يبقى 13 والباقي كام يا ولاد؟ 0 على 2 يبقى 6 والباقي كام يا ولاد؟ 1 على 2 يبقى كام يا ولاد؟ كام؟ والباقي؟ 0 على 2 1 والباقي؟ 1 على 2 صح كده ولا غلطان؟ صح 1 1 صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد علامة عشرية علامة عشرية. ال 75 من مين؟ 2 تطلع كام؟ 1.5 2 1 وصفر خلصت الحمد لله 1 1. يبقى انا حولت الرقم ده العكس هو طلع هو هو تقريبي هو هو الحمد لله مفيش اي مشكله. صعب الكلام كده؟ حد عنده مشكله؟ طب في طريقه ثانيه للتحويل في الباينري؟ اه في الباينري يا اولاد مش طريقه ثانيه. هو في طريقه بيحسوا ساعات ان هي اسهل من دي بس هي مش اسهل. هي اسهل في الارقام الصغيره لحد 50 او 60. لو عديت الرقم ده هتلاقيها اغلس. بيعمل ايه؟ بيرتب وزن الخانات. هي وزن الخانات بتاعت الباينري كام؟ انا علامه عشريه انا 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 وهكذا. والكسور نص ربع ثمن وهكذا. الرقم اللي عندك اخر كام بقى؟ الرقم اللي عايز تحوله كام؟ 853. ينفع 853 تحتوي على 24؟ خلاص احنا ما فيهاش 1024 او ناقص 1024 بس مالناش دعوه. طب ينفع تحتوي على 512؟ اه تاخد 512. طب يبقى كام؟ أو ناقص 512 تطلع بتساوي كام؟ أدا 1 أدا 4 أدا 3 يبقى كام يا ولاد؟ 341 صح كده؟ طب ينفع 341 تحتوي على 256؟ اه يبقى ناقص 256 تطلع بتساوي كام؟ أدا 5 وأدا 1 أدا 13 أدا 8 أدا 85 صح كده يا ولاد؟ صح كده؟ صح ولا بس غلط؟ صح ولا انت صح؟ صح. طب ينفع 85 تحتوي على 128؟ لا احنا مش عايزين 128. طب ينفع تحتوي على 64؟ اه تحتوي على 64 يبقى ناقص 64 يبقى لك كام؟ 21. طب ينفع 21 تحتوي على 32؟ لا ما فيهاش 31 ما فيهاش 32. طب ينفع 21 تحتوي على 16؟ اه يبقى لي كام؟ 5 يبقى الباقي 5. طب لما ينفع 5 تحتوي على 8؟ لا. طب ينفع تحتوي على 4؟ اه يبقى كام؟ 1. ينفع الواحد يحتوي على 2؟ طب ينفع يحتوي على 1؟ بص على الرقم ده كده. بص على الرقم ده كده. في طريقة تانية. في ناس بتحب تشتغلها كده، أنا عن نفسي بحب الطريقة دي. طب بتشتغل بدي؟ أه بشتغل بيها إمتى؟ بالأرقام الصغيرة 40 50 60 اللي هي الأرقام الجامعة والطرح مال الأولاد ما يزعلناش. لكن طرح 725 من 243 إيه يا عم؟ ده أنا بطلقها فيها أصلا. القسمة مالها؟ اسهل يعني على لحظه تطلعها مباشره. طب الكسر 75 من 100
ينفع اخد منها نص؟ اه ينفع اخد منها نص. يبقى لك كام ربع؟ ينفع اخد منها ربع؟ اه ينفع اخد منها ربع. خلص بقى خلص. مش ده النادي اللي فوق؟ هو هو اللي بيحب دي خير وبركه، اللي بيحب دي خير وبركه. انا نفسي ورا كلمه دي ما بحبش دي. طب بتديني ليه عشان تبقى عارف؟ صعب الكلام ده؟ حد عنده مشكله يا ولاد؟ بقى 75% في 2 بتساوي 1.5. الواحد ده صحيح احطه هنا، الكسر احطه هنا. ماشي خلاص كده بحطه صح هنا اهو. صحيح ماشي واضح. حد عنده مشكله ولا كده؟ حد مش فاهم؟ طيب مش فاهم ايه؟ لسه الخانة دي اسمها ايه يا ولد؟ قلنا لها المرة بسرعة حضرتك اسمها بت. ايه بت؟ خانة واحدة باي. احتمالاتها ايه بت دي؟ صفر هنا واحد. يبقى الخانة او الايتم او العنصر الواحد في الباينري دول اسمه مستقل اسمه ايه يا ولد؟ البت. لما اقول لك بت في الامتحان معناها ايه؟ خانه واحده باين. ليها كام احتمال؟ يا صفر يا اما. صعب كده؟ حد سمع عن مصطلح اسمه البايت؟ ايه هو البايت ده؟ مجموعه من البتات عددهم بيبقى اسمه بيبقى كام يا جماعه؟ 8. الاستاندر بتاعه بيبقى كام يا ولاد؟ 8 بت. البايت عباره عن مجموعه من البتات اسمها 8 بت، اعداد 8 بت. ويستخدموها لي 8 بت عشان ده اكتر استخدام في حاجه اسمها الاسكي. اسكي ده اختصار كلمه امريكان ستاندرد كود فور انفورميشن اند انترتشينج. ده اختصار كلمه اسكي لو تسمعوا عنها، هي تحويل الارقام والحروف الى ارقام باينري. الناس اللي بتتعامل مع الماشين لانجوج بقى اللي كان بيتكلم عن الماشين لانجوج في اول محاضره. هي عباره عن ايه؟ ان كل الارقام والحروف عندك في الاله حاسبه في الجهاز الكمبيوتر عباره عن ايه؟ اصفار وحاجه. المسؤول عن تحويلها للصفر وحاجه، ده حاجه اسمها يا ولاد الاسكي كود. الاسكي كود ده عباره عن ايه؟ كود بكل رقم او حرف بيتحط في واحد بايت اللي هو 8 بت، بيحوله بناء على جدول مخصوص اسمه جدول الاسكي يا ولاد. الاسكي ده ستاندر، جدول ستاندر. الاي ب 64 مش عارف البي 65 وهكذا. ماشي الاي تقريبا 63 يا باسطي مش فاكر الرقم بالظبط، تقريبا 63 باسطي 64 ماشي البي 65 وهكذا. والكابتن بحاجه والسمول بحاجه والارقام بحاجات. في جدول كده هقول لكم بسرعه في اخر الترم ده، وهناخده بالتفصيل في اركتكشر ان شاء الله في كورس التعليم ال 200. ماشي؟ هنتكلم عليه شويه باستفاضه، شويه نتعلم فيه شويه حاجات. ماشي؟ حد عنده مشكله في التحويل كده؟ طيب. التحويلات السريعه بقى يا ولاد، التحويلات المباشره او السريعه. عندنا كام تحويله مباشره او سريعه؟ عندنا اربع تحويلات. اول حاجه كونفيرت from octal to binary. هي ايه الارقام الاكتر يا بنت؟ صفر يبقى الاكتر بتاعنا عباره عن صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. طب لما تيجي تكتبهم باينري تكتبهم ازاي؟ والله يا باشا انت علمتني اكتبهم باينري، علمتني اكتبهم باينري كده صفر وبعد الصفر. مش عدينا المرة اللي فاتت بعد الصفر؟ طب بعد الواحد صفر الأحاد زود العشرات. طب وبعدين؟ واحد واحد. طب بعدين؟ صفر الأحاد صفر العشرات وزود. وبعدين؟ واحد صفر واحد. ما تزيدش، تزيد ثبت اللي بعدها، تزيد ثبت كل اللي بعدها. مش ده اللي اتعلمناه المره اللي فاتت؟ حد عنده مشكله؟ في ناس تانيه اتعلمتها بطريقه ثانيه. ايه الطريقه الثانيه يا عم؟ الخانات في الباينري وزنها كام؟ 2 اس 0 2 اس 1 2 اس اللي هي 0 1 سوري 2 اس 0 كام؟ 2 اس 0 كام يا ولاد؟ 1 2 اس 1 كام؟ 2 2 اس 2 كام؟ 4 صح كده؟ طيب لو عايز اكتب صفر
الصفر المجموع كام وكام وكام؟ ولا حاجة، ولا واحدة من دول أصلا، كلها صفر. طب لما أحب أكتب الواحد هاخد الواحد، طب لما أحب أكتب الاثنين خد الاثنين، لما أحب أكتب ثلاثة في ثلاثة؟ أمال تتجمع منين ثلاثة؟ مجموع اثنين وواحد. ركز الطريقة الجديدة اللي عدى إيه؟ أنا مش شرحتهاش قبل كده، بقولها لك تاني يوم تاني. هقولها كلها وأرجع عيدها مرة تانية بالراحة. عايز أكتب أربعة عشان اللي فين معايا يكمل. أربعة أهي جاهزة الحمد لله. طب عايز أكتب خمسة؟ عبارة عن مجموع كام وكام يا ولاد؟ أربعة وواحد خمسة، مش عايز اثنين. طب عايز أكتب ستة؟ عبارة عن مجموع الأربعة والاثنين، مش عايز واحد. طب عايز أكتب سبعة؟ أربعة واثنين واحد، يبقى تاني يا ولاد. فاكرين الطريقة اللي إيه؟ بس الحمد لله ماشي. فاكرين الطريقة دي؟ هي دي. بس على سكيل ملا، فاكرين لما تكتب الأرقام الصغيرة هتبقى الطريقة دي حلوة؟ أيوة، هي الطريقة دي. أنا عملت إيه يا ولاد؟ كتبت وزن الخارج. هي الأرقام الباينري إيه الميزة الأساسية فيها؟ الأرقام كلها يا إما صفر يا إما واحد، يا إما صفر يا إما واحد. واحد في أي حاجة بنفس الحاجة، يعني لو صفر في أي حاجة فاللي انت عايز تحطه بواحد مش عايز تحطه كام؟ طب الصفر مجموع كام وكام وكام من دول؟ ولا حاجه يبقى نص صفر. طب الواحد مجموع كام من دول؟ مش واحد جاهز؟ اه. طب الاثنين مجموع الاثنين جاهز اهي، يبقى كله صفر، يبقى كله صفر، انا مش محتاج الصفر. طب التلاته مفيش تلاته جاهز، اعمل ايه؟ تركبها. طب تركبها التلاته دي مجموع كام وكام؟ الواحد والاثنين مش دول مجموع تلاته؟ هل استخدمت الاربعه؟ يبقى صفر. طب الاربعه؟ جاهز الحمد لله كبير بالصفر. طب الخمسة؟ مجموعة أربعة وواحد، هل محتاج اثنين؟ يبقى صفر. طب الستة؟ مجموعة أربعة واثنين، محتاج واحد. طب السبعة؟ مجموعة ثلاث أرقام مع بعض. صعب الكلام كده؟ حد عنده مشكلة؟ طب في طريقة تانية؟ أه في طريقة أخيرة هقولها لكم، ودي اللي غالبا أغلبكم بعد كده هيشتغل بيها أصلا. دي أصلا سهلة أوي في العد. فاكرين يا ولاد لما قلت لكم في طريقة دايما اي حاجه في اللوجيك لها طريقه سريعه او كرواته زي ما الناس بتحب تسميها كرواته او طريقه ستاندر مع كتر التعود اللي اتعودنا عليها. هي الخانه دي ايه؟ مش دي احد 2 نص صفر على الواحد، دي خانه دي مئات يعني 2 نص 2 صفر 2 ودي 2 نص 2 ب 4. بقول لك ايه؟ لوحظ ان انت في الباينري الخانه بتتغير بعدد بالوزن بتاعها. يعني الخانه دي 2 نص صفر كام يا ولاد؟ فتتغير كل مره تبقى صفر 1 0 واحد صفر واحد صفر واحد. طب الخانه الثانيه العشرات 2 اس 1 بكام؟ ب2، فتغير كل مره؟ مرتين. يبقى صفرين واحدين صفرين واحدين. طب الخانه اللي معايا غير كل مره؟ اربع مرات، تبقى اربع اصفار اربع وحاجه. طب لو في خانه ثالثه؟ في خانه رابعه قصدي؟ غير كل مره؟ 8 مرات، يبقى 8 اصفار 8 واحد. طب والخانه خمسه؟ 16، 16 صفر 16 واحد. فهتلاقي الطريقه دي مالها ولاد؟ هي دي. بس في واحد بيحب يحل دي، هتحل دي واحد بيحل دي. احنا مع التعود هتلاقينا كلنا بنحل ايه؟ صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد واحد اربع صفر واحد. اقعد دماغي ايه يا عم انت تعرفني؟ اقعد اعد واجمع واحسب. انا اصلا في الرياضه ضايع. ماشي. فاللي هيجيب دي خير وبركه، اللي هيجيب دي خير وبركه، اللي هيجيب دي خير وبركه. انت مع التعود صدقني والله مش هزار، هو حد قدامه حاجه سهله يعني، يقول لك فكر والله ليه؟ بالذات انت بتبدا ايه الشيء بكام؟ من الصفر، لكن لو مش بادئ من الصفر بقى هي المشكله، مش هينفع الطريقه دي. هتضطر تبدا ايه؟ بواحده منهم. عشان كده احنا لما اتعلمنا في الاول، اتعلمنا ايه؟ اصعب طريقه فيهم، ايه اصعب طريقه فيهم؟ وبعدين بعدها بشويه اتعلمت تكون ايه؟ السهله دي، دلوقتي اتعلمنا السهله دي خالص. حد عنده مشكله كده يا ولاد؟ طيب. نقول كمان حاجة. نقول كمان حاجة. حد خد باله من حاجة؟ كل رقم اكتر هتفكوا فين يا ولاد؟ الله ينور عليك. ثلاثة ثلاث خانات اسمها ثلاثة ايه يا ولاد؟ ثلاثة من باين. اللي عايز تختار اسم اختار اسم، مش مشكلة. عايز تختار صوت الجامع باين. يبقى ثلاث خانات ايه يا ولاد؟ باين. صعب الكلام كده؟ طب وزن الخانات دي ايه؟ من الصفر من الصفر من الصفر واحد اثنين ايه؟ أربعة. صعب الكلام ده؟ مش فاهم يعني لو أنت اديتني مثال ودي رقم بالأساس 8 عايز أقول مساوي كام بالأساس 2؟ الرقم ده عبارة عن 3 7 0 5 أنا مع 20 2 4
عايز احولها لسنين. عندي طريقتين. اول طريقه اللي احنا خدناها بتقول ايه؟ اول طريقه اللي حركه تاني حول كل ده لعشره وارجع من عشره حوله مين؟ ازاي؟ حول عشره ازاي؟ ضرب 3 وحول. وبعد ما خلص اسمه مدوره صحيح على 2 وضرب الكسر فين؟ في 2 واشتغل زي ما هو. طب الحل التاني المباشر يا اولاد كل نزل على عشان زي ما هي. وكل خانه من دي يا اولاد كام؟ 3 بت اهو. 3 بت. وزن الخانه كام؟ 1 2 4. 1 2 4. 1 2 4. 1 2 4 عشان ما ننساش. 1 2 4. 1 2 4. ايه ده؟ كل مره اعوض 1 2 4؟ لا انت مع التعود بقى يا جماعه هتحفظها وهتبقى سهل. بس احنا لسه فين؟ هتفك من اليمين ولا من الشمال؟ زي ما عجبك. اول رقم في الشمال ده كام؟ 3. تكتبه ازاي؟ 0 1 1. صح كده؟ طب عايز اكتب رقم بعد 7 كام؟ 1 1 1. عايز اكتب رقم بعد كام؟ 0 3 0. 5. عايز اكتب الاثنين. عايز اكتب الاربعة. صعبة اللعبة دي؟ درجة بس كام؟ خدوا قد ايه التحويل يا اولاد؟ نص دقيقة. دقيقة. طب لو كنت عملنا الطريقة دي 5 دقايق بعد مش هتحول 10؟ ترجع تحول 10 ازاي؟ اللي هيحل دي دقيقة هيحل تاني كام؟ 5. اللي هيحل دي نص هيحل تاني 3. فهتلاقيك أقل حاجة وفرت يا اولاد 80% من وقتك بالتحويل المباشر. بس الغلطة هنا فين يا اولاد؟ الغلطة هنا في الكروتة. ما المسألة كلها كروتة فكله كروتة. بتعمل إيه بقى؟ بتحول الصفر. يقول لك 0 0 0. يا عم ده 0 شيل. ما ينفعش 0. مش بس عاوز ده. طب عايز أحول 2 0 1 0. ما هي 0 1 بس الصفر ده مش لازم تشيل. ينفع شيل؟ لو شلت إيه اللي حصل؟ بيجي بقى في الامتحان مع السرعه يجي واحد يقوم محول لي 1 يبقى 1 0 من الناس 0. بقول لك انا كتبت 1 اهو. انا قلت لك ايه؟ بص كده كل رقم اوكتال هيتفك كام؟ ما ينفعش يتفك 2، ما ينفعش يتفك 1، لازم يتفك كام؟ حتى لو فيها صح حتى لو فيها صح. واضح كده؟ يبقى الغلطه المشهوره هنا ايه؟ في الكروات الناس بتنسى تكمل الرقم 3. صعب الكلام ده؟ حد عمل مشكله؟ طيب لو خدت عكسها convert from binary to octal. عكسها يبقى ايه؟ كل 3 بت باينري لما ايه؟ يجمعوا في ايه يا ولاد؟ كفايه واحده هيكس. ماشي؟ لا انت غلطت يا استاذ، قلت لي 1 0. هي المساله دي كلها معطيه ليه؟ عشان الكسر. انا حاطط المساله دي كلها عشان الكسر. زميلتنا عايز فيها رقم خالص فانا هعطيها عشان دي. تعال فكر قول. تعال مع بعض يا ولاد الصغيرين. الرقم ده كام يا ولاد؟ الرقم ده كام؟ الرقم ده كام؟ ده هو من فوق ده هو. ده كام؟ طب لو انت عملت كل ده فرق حاجه؟ طب لو عملت كل ده فرق حاجه؟ طب عملت كده بقى حاجه؟ عملت كده بقى حاجه؟ الغلطه المشهوره في المساله دي ايه؟ الناس بتبدأها من الشمال او بتبدأها من اليمين. واحد يكون بادئ من هنا او واحد يكون بادئ من هناك، اوعى تبدأ لا من الشمال ولا من اليمين. تبدأ من النص من عدى على الشريط. الرقم ده يبدأ كده كسر والصحيح يبدأ كده. يبقى الكسر يبدأ يمين من عدى على الشريط والكسر يبدأ كده. طب الثلاث ارقام دول بكام؟ 5 5. الثلاث ارقام دول بكام؟ 3. ثلاث ارقام دول بكام؟ 6. دول رقمين حطهم صفر شمال. هو صفر شمال يفرق معاك حاجه؟ خلاص يبقى كام؟ 2. اوكي خش بقى اللعبه كلها كانت في الجايه اصلا ما كانتش هنا. اغلب الناس عملت صح عشان كده اصلا ما سافرتش في الدور. انا ركزت معاك فين؟ في الكسر لان هيثبت الكسر ده صحيح. وهنا ظبطت فين؟ قول 1 3. الثلاثه دول مع بعض بكام؟ 4. واحد ليه يا ابني؟ 1 2 4. الثلاثه دول مع بعض بكام يا ولاد؟ 5. دي هحط لها صفرين يمين تبقى 1 2 4. يبقى دي بكام؟ 4. صعبة اللعبة دي؟ هي كلها المسألة محطوطة عشان قول هو كتبت الكود ده كتبت الكود ده انا مش سامع.
العكس انا بجد كنت بص في بس من الشمال مش في النص. حد عنده مشكله يا ولاد؟ حد عنده مشكله؟ الطريقه الثالثه كونفيرت فروم تكس ديسيما تو فاينل. عايز اعاون مين؟ عايز اعاون مين يا ولاد؟ عايز اعاون مين يا ولاد؟ من هيكس اسمها ايه يا ولاد؟ زي ما عملنا اللي فاتت. هيكس اسمها ارقامه ايه؟ اربع خانات اللي هم ايه؟ ارقام هيكس اسمها كام يا ولاد؟ هذا هيك سلسلة هذا الباينري بتاعنا. صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة A B C D E F صحيح؟ حتى بالباينري ازاي؟ عندي ثلاث طرق، أول طريقة عد لحد 15، ثاني طريقة حط وزن هنقع منه، ثالث طريقة للأسف 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 خلي معايا 0 1 0 1 0 1 0 1 خلي معايا 4 أصفار أربع وحيد أربع صفار أربع وحيد خلي اللي بعدها ثمان صفار ثمان وحيد صعبة؟ أي طريقة تعملوها فيها أكتبها أنت لسه أخترت الطريقة دي أسهل واحدة عامة فرقة حاجة صعبة اللعبة كده؟ اكتشفنا إنها نفس الشاف قول خانة إكس تفك في أربعة بيت طيب تعالى نقول مثال رقم بالأساس 16 يساوي كام بالأساس 2 A 3 D E على مع شيء 7 F 6 يلا بيت علامة عشرية هي نازلة زمان وكل رقم هتكون في كام ولاد؟ أربع خانات واحد اثنين أربعة ثمانية 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 عملت يا ولاد وزن الخانات عشان هو بالظبط عايز اكتب رقم ايه؟ ايه ده اللي هو كام؟ 10 10 ده مجموع كام وكام؟ 8 و2 الباقي مش عايز اكتب كام بالصفر او زي ما قال لي ضمن الجدول ايه هم؟ 1 0 1 0 3 عايز اكتب الثلاثه مجموع 2 و1 كتبتهم عايز اكتب الدي 13 13 8 و4 12 و1 13 وشيل الاثنين فاضي يبقى صفر صفر عايز اكتب الاي 14 8 و4 12 و2 14 وصفر علامة عشرية عايز اكتب السبعة صفر 3 1 عايز اكتب الاف 15 4 كلهم 4 1 عايز اكتب الستة صفر ده رقم بس كام؟ صعب؟ خدت بالكم من التحولات سهلة جدا؟ طب لا انت متخيل لو حاولت ال 10 وكتب 10 حاولت تسال كده كل وقت قد ايه؟ مش قد 10 دقايق لو انت شاطر قوي 5 دقايق ليه بقى؟ تحول ارقام لحروف وحروف وارقام هتلاقي دخلت في ايه؟ فين؟ هتبقى اسرع ولا لا؟ طب العكس رقم 4 كونفيرت
from binary to hexadecimal event. هتعملها ازاي دي؟ كل 4 بت باينري يجمعوا في خانة واحدة اكس، يعني عددهم 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 علامة عشرية 1 0 0 1 1 1 0 1 1 فاكر ضربها بالاساس كام؟ 2 بيساوي حجم الاساس 16. هعمل ايه يا ولد؟ هاجي من عندها عليها بس همشي شمال وكسر ماشي يمين. الاربعه دول مع بعض يطلعوا بكام؟ 5. الله ينور عليك. طب الاربعه دول مع بعض يطلعوا بكام؟ 3. والاربعه دول مع بعض يطلعوا بكام؟ بي 11 يعني كام؟ بي. طب والاربعه دول مع بعض 3 بس احط لهم ايه يا ولد؟ صفر يبقى جاب 5. علامة 20. الأربعة دول مع بعض يطلعوا كام؟ 9. طب الأربعة دول مع بعض يطلعوا كام؟ إيه؟ لا دي 13 يبقى كام؟ إيه؟ طب ده صفر، ده واحد لو هتحط له كام يا ولد؟ 3 صفار يبقى كام؟ صعب الكلام كده؟ حد عنده مشكلة؟ حد عنده مشكلة؟ قول. الخمسة اللي في الأول. اللي في الشمال دي؟ آه. ولا اللي في النص؟ مالك؟ واحد واحد اثنين اربعة تمانية. الوحيد تحت مين؟ ما بزود صفر؟ ماشي. الوحيد تحت مين؟ اربعة وواحد. اربعة وواحد كام؟ واضح يا ولاد؟ مش ذاكر واحد لوحده؟ مش ذاكر واحد لوحده؟ زودت له كام؟ ثلاث اصفار. اهو صفر 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 واحد. واحد اثنين اربعة تمانية وزنها كام؟ حد عنده مشكلة كده دلوقتي؟ حد مش فاهم؟ طيب الموضوع التالت رقم 3 في الشابتر ده الارثماتيك اوبريشن. تعالوا بقى نتكلم على الارثماتيك اوبريشن. هنتكلم على ايه في الارثماتيك اوبريشن؟ هنتكلم على الجمع والطرح. تعالوا نبدا اول حاجه هنتكلم على الجمع. تعالوا نبدا بالديسمال. حد فاكر الجمع في الديسمال زي ما احنا صغيرين؟ تعالى كده. عايزين نجمع الضرب مع بعض يبقى هنعمل ايه؟ يعني ايه ديسيمال؟ ارقام من صفر كام يا ولاد؟ 9. ف3 و5 كام؟ 8. طب 2 و9؟ 11. فيها كام؟ 10. طب اسمعني كده؟ احنا بنعمل خزعبلات بس مش هنبقى بجد. حرام عليك حرام عليك. خزعبلات معاك يعني صفر واحد واحد صفر معايا واحد واحد. لكن في الديسيمال كتير شكلها وحش. تعالى 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 2 و9 11 10 ليه بس يا عم؟ في 10 9 في البلد و2 على البيت بقى 9 10 11 11 فيها كام 10 يا ولاد؟ واحد. طب حضرتك بتتكلم معايا والبقاله كام؟ واحد. اه فهي زمان صغير يقول لك 11 واحد ومعاك واحد. طب 1 زائد 0 اللي ما فهمش ركز معايا 1 زائد 0 واحد زائد 9 10 فيها كام 10؟ واحد. الزقة كام؟ سبعة واحد تمانية وخمسة 13 فيها كام؟ فيها كام 10؟ والزقة كام يا ولاد؟
خمسة و... أربعة واحد خمسة خمسة وتسعة أربعة عشر رقم عشرة واحد بقى جام أربعة خمسة واحد ستة أهي ضربة بس كام صعبة اللعبة دي؟ حد عنده مشكلة؟ اللي اتعلمها يعدها معايا في الكتب اللي اتعلمها يعدها معايا في الكتب رقمين بالأساس تمانية عايز أجمعهم مع بعض لو أنا حطيت علامة عشرية هنا أحط هنا علامة عشرية يبقى هنا علامة عشرية صح كده؟ ففرقت معايا في حاجة؟ في حاجة اللي جمع الأولاد ما فيهوش فرق في كسر ومش كسر هي نفس دستور الجمع وتروح ماشي؟ ثلاثة خمسة ستة سبعة صفر اثنين واحد أربعة حلو كده؟ خلينا نبدأ هنا اثنين خلينا ثلاثة ستة خمسة أربعة ستة اثنين خمسة أنا وليت من المنظر كده وليت الأساس كام وليت؟ يعني الأرقام كام كام؟ حد عنده مشكلة؟ طيب أربعة واثنين ينفع تتكتب؟ طب ثلاثة وستة؟ ينفع تتكتب؟ ما أحلى زي أربعة أسألها أنت تسعة فيك كام تمانية؟ واحد وتبقى كام من تسعة لما آخد تمانية؟ واحد يبقى واحد معانا واحد اذا ثلاثة وستة واحد ومعانا واحد هو الراجل اللي كان زعلان اهو يا عم ما زعلناش حاجه ثلاثة وستة واحد معاك ايه؟ واحد بس جت ازاي؟ ثلاثة وستة كام يا ولاد؟ تسعة فيها كام تمانية؟ والدقة كام؟ واحد طيب اثنين وواحد ثلاثة ثلاثة وخمسة فيها كام تمانية؟ والدقة كام؟ أربعة وواحد خمسة الحمد لله كده جاهز سبعة وستة فيها كام تمانية؟ والدقة كام؟ خمسة ستة واحد واثنين فيها كام تمانية؟ واحد والدقة كام؟ خمسة وخمسة عشرة واحد فيها كام تمانية؟ والدقة ثلاثة ثلاثة واحد أربعة تمانية فيها كام تمانية؟ واحد والدقة كام؟ واحد وصفر واحد دكتور لو سمحت تالت خطوة تالت واحدة ليه دي؟ ممكن حضرتك تعالى تاني بس انت فاهم الواحد يجيب اللي قبلها؟ طيب واحد واثنين ثلاثة وخمسة ثمانية فيها كام ثمانية؟ واحدة واحدة تروحها على خلال بقى لك كام لما تشيل ثمانية ثمانية؟ صفر 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 يعني بنحط اللي بيتبقى تحت وال فيها كام؟ وعدد الثمانيات فوق بالظبط تمام هات معاك تسعة واحد عشرة في أربعة عشر أربعة وعشرين فيها كم ستاشر واحدة بقى كام؟ تمانية صح كده؟ طيب إيه بسبب بعشرة وسبعة سبعة عشر تمنتاشر فيها كم ستاشر؟ والبقى الواحد ينزل زمان صعبة اللعبة دي يا ولاد؟ هات عامل مش هتاخد بالك بس من تحويل الحروف والأرقام والأرقام دي طب كمان حتة ولا فيها كده؟ حد مش فاهم حاجة النهاردة؟ حد عنده مش فاهم حاجة يا ولاد؟ شكرا يا ولاد